ايه ده سالك بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للرجبي. أولا تشكركم على المواكبة ديالكم لهذا النشاط اللي تتقوم به كل من فريق النادي الأولمبيك البيضاوي بشراكة مع فريق الراسينغ الجامعي البيضاوي. هذا النشاط عبارة عن واحد التكوين اللي تقوم به الإخوان من ستاد تولوز اللي مشكورين على هذا المجهود وهذا العمل الجبار اللي داروه مع هذه الفئات العمرية. هذا التكوين اللي كي يخص خاصة الأطفال الصغار U16 U14 U12. في الحقيقة احنا في المغرب عندنا واحد لومونك، عندنا واحد النقص في هذا الميدان ديال التكوين، وخاصة بعد الجائحة ديال كورونا اللي خلتنا وقفنا واحد المدة ديال عامين تقريبا ولا عامين ونص، اللي خلت الرجبي المغربي يدي واحد الضريبة، والمشاكل اللي كانت تهياكة من مور كورونا اللي توقف المغرب وطول الحرمان ديالو من التكوينات ومن المشاركة الدولية والإفريقية. ولكن الحمد لله تنشكروا فريقي الأولمبيك البيضاوي والراسينغ الجامعي البيضاوي على هذه البادرة الطيبة، وتنتمناوها باش تستمر في الدار البيضاء وتخرج للوجود لجميع المدن المغربية، وخاصة المدن اللي كتعرف الركبي كمدن الشرق، المدن ديال أسفيل، فاس، المدن الكبرى اللي عندها تاريخ. وكنتمناو باش العودة ديالنا للميادين إن شاء الله تكون عودة قوية اللي غادي نفتخروا بها جميع كديريك بيمان. ومرة أخرى تنشكركم نتوما وتنشكروا النوادي اللي داروا هذه البادرة الطيبة.